تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم الافتتاح الرسمي لمتحف عمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية. فلدى وصول جلالته أيده الله إلى متحف عمان عبر الزمان تشرف باستقباله كل من معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس مجلس أمناء المتحف، رئيس اللجنة الرئيسية لمشروع المتحف وأعضاء اللجنة الرئيسية ومدير عام المتحف. عقب ذلك توجه جلالة السلطان المعظم أبقاه الله إلى اللوحة التذكارية للمتحف، حيث تفضل أعزه الله بإضاءة اللوحة إيذانا بالافتتاح الرسمي للمتحف. ثم اطلع جلالته على معرض حجر أساس متحف عمان عبر الزمان مرورا بالسيارة التي استخدمها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه أثناء وضع حجر الأساس للمتحف. بعد ذلك تفضل عزه الله بزيارة قسم الاستقبال، حيث أصدرت أول تذكرة دخول للمتحف باسم جلالته، وتفضل جلالته بإهدائها للمتحف لتكون من ضمن المقتنيات المتحفية. عقب ذلك توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عبر ممر الفنون إلى شاشة العيد الوطني، والتي تحمل أبعادا رمزية للعيد الوطني المجيد بعرض 18 مترا وطول 11 مترا، حيث استمع جلالته إلى كلمة متحف عمان عبر الزمان ألقاها نيابة عن اللجنة الرئيسية لمشروع المتحف المهندس اليقظان بن عبد الله الحارثي مدير عام المتحف. أكد فيها على مراعاة المتحف استخدام أحدث التقنيات في العرض المتحفي، وعلى انتقاء مجموعة من المقتنيات القيمة التي تدل على عمق وأصالة التاريخ العماني. كما أشار في كلمته إلى أن تصميم مبنى المتحف استلهم من شموخ جبال الحجر، ورعي في تشييده ارتباطه بالبيئة العمانية من خلال المواد المستخدمة في بنائه، معربا عن شكر اللجنة للمقام السامي أيده الله على دعمه المتواصل لإنجاز هذا المتحف. ثم تابع جلالته أبقاه الله فيلما تعريفيا عن متحف عمان عبر الزمان استعرض الجوانب المعمارية للمتحف وتوظيفه للتقنيات التفاعلية الحديثة واختزاله للحضارات القديمة بتسلسل زمني يتضمن عرض المقتنيات من كل حقبة، إضافة إلى استعراض المرافق المتنوعة التي يتضمنها المتحف. بعدها تجول جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في أروقة المتحف مستمعا إلى موجز لأبرز الأجنحة التي يتضمنها المتحف في قاعة التاريخ وقاعة عصر النهضة المباركة، إضافة إلى قاعة المستقبل والتي ضمت المشاريع الثلاثة الفائزة في الدورة الثانية من جائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري. كما اطلع جلالته أعزه الله على قاعة المحاضرات ومعملي الأفكار والابتكار بمركز المعرفة، واستمع جلالته إلى شرح عدد من الابتكارات والمشاريع الطلابية المشاركة من مدارس محافظة الداخلية.
وفي ختام حفل الافتتاح تفضل جلالة السلطان المعظم فتقبل هدية تذكارية من متحف عمان عبر الزمان، تشرف بتقديمها لجلالته معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء المتحف، وهي عبارة عن مجسم لمتحف عمان عبر الزمان. كما تفضل جلالته أبقاه الله بإهداء المتحف عصاه الشخصية لتكون من ضمن مقتنيات المتحف. وقبل مغادرته مبنى المتحف اطلع جلالته على الصخرة التاريخية من النوع الجيري تعود لوادي لحجيج في محافظة ظفار، وبها مجموعة من الرسومات البدائية. حضر حفل الافتتاح الرسمي بمعية جلالته عدد من أصحاب السمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من أصحاب السعادة.